مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من مدينة الجديدة عاصمة دوكالا. جمعة مباركة وتحية صباحية نبعثها الى كل المشاهدين من مدينة الجديدة، فاغلى التحايا مشاهدينا كنبعثها لكم من مدينة الجديدة عاصمة دوكالا. جو جميل جدا مشاهدينا، وانتم كتابعونا من مدينة الجديدة، جو معتدل هذا الصباح، يعني جو بارد وكأن الأجواء يعني ممطرة. فكيداير الجو عندكم نتوما بالمدن ديالكم بمختلف مدن المملكة المغربية هذا الصباح بمدينة الجديدة؟ مدينة الجديدة لا حديث هذه الأيام إلا عن تراكم الأزبال بمختلف شوارع المدينة وأزقة المدينة. فبعد ما انتهى المعرض الدولي للفرس، عادت حليمة إلى عادتها القديمة، وكأننا يعني انتهينا من المعرض الدولي للفرس ودخلنا في معرض الأزبال، يعني في كل المناطق في كل الأزقة في كل الشوارع الأزبال متناثرة في كل مكان. لحد الساعة المسؤولين يعني مازال ما انتبهوش لهذا الشيء، مازال ما تدخلوش، مازال ما كاينش تدخلات عاجلة وآنية، والصراخ يعني النداءات متكررة من طرف المواطنين من طرف كل من يمر بجانب هاد البركاسات هاد الحاويات. مشاهدينا انتم كتابعونا على المباشر، يعني كما كتلاحظوا معنا الحاويات وسط الشوارع، ولكن الغريب في الامر ان المسؤولين يعني كيمروا بجانب الحاويات ولا احد تدخل او يعني اعطى امرا او تطرق لهذا الموضوع، الشيء اللي جعل المسؤولين يعني جعل المواطنين ديال المدينة الجديدة كيطالبوا بتدخل المسؤولين المركزيين او افاد لجان مركزية للوقوف عن هذه المشاكل، على هذه المشاكل التي يعاني منها المواطن الجديد. فالمواطنين يعني نساو الحفاري، نساو الشوارع، ونساو الظلام بالليل، فلأن الأزبال والروائح الكريهة خلاتهم يعني في كل مرة نداءات متكررة متواصلة هنا بمدينة الجديدة. وكنتمناو صادقين يعني إلا ما كانش غتكون تدخلات ديال المسؤولين المحليين، فالمسؤولين المركزيين ينوبوا عليهم ويدخلوا في القريب العاجل ويحلوا هاد المشاكل اللي كتعيشها مدينة الجديدة. مدينة الجديدة تستغيث، مدينة الجديدة غارقة في الأزبال يعني. فاحنا كنحيوكم مشاهدينا وانتم كتابعونا هاد الصباح، يعني هاد الموضوع ما كنبغوش نطرقوا ليه في الصباح الباكر وحنا يلا فايقين وكنشوفوا يعني مختلف المواطنين كيتوجهوا سواء لمقرات العمل ديالهم او المعاهد او المدارس، ولكن الوضع والحاله ديال المدينه الجديده فما يمكنش ما تدخلش، ما يمكنش ما تتكلمش على هذا الموضوع، لانه هو حديث الساعه هنا بمدينه الجديده. فلا حديث الا عن تراكم الازبال بكل مكان بمختلف الازقه والشوارع بمدينه الجديده. مشاهدينا فكنحيوكم، نحيو كل المتابعين، كل متتبعي قناة شوف تي في هذا الصباح من مدينة الجديدة، تحية عطرة نبعثها إليكم، وجمعة مباركة مشاهدينا. ومازال يعني الكل يتحدث يوم أمس عن مقابلة فريق الوداد البيضاوي وفريق إنبا، واللي شاهدنا فيها أيضا يوم أمس لوحات فنية سواء على مستوى أرضية الملعب أو على مستوى المدرجات، يعني الجمهور الغفير ديال فريق الوداد البيضاوي اللي كما لاحظتوه معنا وكما تبعتوه مشاهدينا، فرسم لوحات فنيه، رسم تهوى بدوره الفرجه على مستوى المدرجات. اذا كانوا اللاعبين كيرسموا الفرجه على مستوى رقعه الملعب، فالجمهور كيرسم اللوحات الفنيه رائعه، وكان ابدع كثيرا على المدرجات. فمشاهدينا يعني كما قلنا لكم دائما جو معتدل جميل رائع هنا بمدينة الجديدة صبيحة هذا اليوم، اليوم الجمعة. فتحية عطرة نبعثها إليكم مشاهدينا، وانتم كتابعونا على المباشر على قناتكم قناة شوف تي في في هذا الصباح، وكاينة حركية دؤوبة صباح هذا اليوم، وانتم كتابعوا معنا يعني عدد كبير من السيارات من الدراجات النارية من حافلات النقل الحضري.
فالكل متجه الى مقر العمل ديالو، وايضا الطلبه والتلاميذ اللي كتشوفهم على الدراجات الهوائيه حتى هما متجهين للمدارس ومتجهين للمعاهد اللي كيقراو فيها. فجمعه مباركه لكل المواطنين سواء بمدينه الجديده او بمختلف مدن المملكه المغربيه او الذين يتابعوننا من خارج ارض الوطن. تحيه عطره وجمعه مباركه الى كل مشاهدينا اينما كانوا داخل وخارج ارض الوطن، فلكم منا اغلى التحيه مشاهدينا. انتم كتابعوا معنا هذا المباشر على قناتكم قناه شوف تي في هذا الصباح الجميل المتميز من مدينه الجديده من عاصمه دوكلا. وكيف كتشوفوا يعني حركيه دؤوبه هذا الصباح مشاهدينا وانتم معنا على المباشر. فكنحيي كل الذين يتابعوننا هذا الصباح من مدينة الجديدة، نتمنى يعني لهم يوم مبروك وجمعة مباركة أيضا، نتمنى لهم التوفيق سواء لتوجه لمقرات العمل ديالهم أو للمعاهد أو المدارس. فكنحييو كل المشاهدين كل المتسبعين، هذا هو الجو العام هنا بمدينة الجديدة صبيحة هذا اليوم، اليوم الجمعة، وانتم كتابعوا معنا من واحد من أهم وأكبر شوارع مدينة الجديدة، شارع جبران خليل جبران اللي كناخذ لكم منه هذا الصور وكنلتقي لكم من الصور. وقبل ما نودعكم مشاهدينا على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في مباشر آخر، كنقول لكم دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء مشاهدينا ومتتبعينا أينما كنتم، وغنخليكم مع هذه الصور الجميلة والرائعة. إلى اللقاء مشاهدينا.